قمنا على مستوى ولاية تلمسان بتنظيم قافلة تضامنية تضم عدة مواد اللي هما السكان هذو في أمس الحاجة إليهم. دونك هذه القافلة هذه تضم أكثر من 15 حافلة مقطورة مقسمة إلى قسمين، قسم موجه إلى ولاية بشار والقسم الآخر إلى عين صفراء. محتوى أن فيه مواد غذائية متنوعة، فيها أفرشة، فيها مياه معدنية، فيها أغطية، وكذلك يعني ديماطلة. إذا نحن في اتصال مع السيد ولي ولاية بشار وكذلك ولي ولاية نعامة، حصينا بتقريب يعني ما هي احتياجات الولايتين، وحنا في صدد تنظيم هذه القافلتين، وربما أسبوع المقبل إن شاء الله سوف تكون إمدادات أخرى ومساعدات أخرى لمساعدة إخواننا في هذه الولايتين اللي ضروا كثيرا بهذه التقلبات الجوية الأخيرة.